طيب أوقاتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في استوديو صنعاء، وسنسلط الضوء في هذه الحلقة على تطورات الأوضاع الميدانية في جبهة الساحل الغربي والعمليات التي البطولية التي تجترحها قوات المقاومة الوطنية والقوات الحكومية في مختلف الجبهات. نسلط الضوء أيضا على جرائم التعذيب التي تمارسها عصابة الحوثي الإرهابية بحق المختطفين والمخفين قسريا في سجونها السرية. أيضا زراعة الألغام التي صارت نهجا لدى هذه العصابة بدلا من زراعة الخضروات والفواكه. سأبدأ في المحور الأول مع تطورات الأوضاع الميدانية مع ضيفي المحلل العسكري المعروف العميد جميل المعمري العائد للتو من جبهة الساحل الغربي مباشرة بعد النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا، وأرحب العميد جميل المعمري. وسيادة العميد، أولا انطباعاتك عن الزيارة ومعنويات الجنود. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للزيارة، هي كانت تلبية لدعوة الأخ القائد البطل العميد طارق محمد عبد الله صالح، الذي وجه الدعوة لكل أبناء القوات المسلحة بالعودة إلى المعسكرات، سواء في عدن أو في بير أحمد أو في كل المناطق التي تم تحديدها. عدنا إلى جبهة الساحل ووصلنا والتقينا بالأخ القائد وأبدينا استعدادنا أن نكون في أي جبهة يحددها. طبعا قمنا بزيارة أغلب الجبهات، عقدنا عدة اجتماعات سواء مع القيادة أو مع غرف العمليات أو مع المرابطين على طول الجبهات. الحمد لله كانت زيارة موفقة، كان لدينا الاستعداد التام للبقاء في جبهة الساحل، ولكن كانت توجيهات بالعودة كون الإعلام الحربي يحتاج وجودنا هنا في القاهرة، وقال بين الحين والآخر سنكون نحتاج زيارتك الميدانية على طول الجبهات، لذلك عدنا حسب التوجيهات، وإن شاء الله سنكون مستعدين لأي توجيهات قادمة من الأخ القائد. طبعا ما لمسناه على مستوى الساحل في كل الجبهات، أولا طبعا من ناحية التناغم والتنسيق بين جميع الوحدات سواء في المقاومة الوطنية أو في ألوية العمالقة أو في المقاومة التهامية، الكل على قلب رجل واحد، الكل يحمل هم قضية واحدة وهي قضية تحرير اليمن من تلك الميليشيات، الكل يعمل كفريق واحد سواء في عمليات الاقتحام أو عمليات التأمين أو نزع الألغام أو في عملية أيضا الفرق الهندسية التي تعمل في إخراج الشراك الخداعية والألغام والمتفجرات من وحصرها من كل المناطق. بالإضافة إلى أننا وجدنا أن هناك ما لوحظ بشكل كبير وجود حقول الألغام الممتدة على طول الجبهات، وجدنا هناك الفرق الهندسية تعمل ليل نهار، ووجدنا غياب تام للأمم المتحدة التي تتشدق بالإنسانية في الحديدة وتبتعد عن إزاحة الألغام عن المواطنين، وهي تعتبر من أهم مسؤولياتها بالذات في المركز الوطني أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أو البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام الذي تدعمه منظمة اليونيسف. غياب تام لتلك المنظمة في عملية نزع وحصر مناطق الألغام، وجدنا العديد من الضحايا الذين شكوا لنا بسبب الألغام، وجدنا أيضا ما لوحظ وبشكل كبير انهيار الميليشيات من أمام القوات المتقدمة سواء في ألوية العمالقة أو حراس الجمهورية أو المقاومة التهامية، ويؤكد ذلك ما تقوم به تلك الميليشيات من عمليات زرع ألغام بشكل عشوائي وبكميات مهولة. سيادة العميد، السؤال الملح والذي يطرح نفسه في الفترة الحالية، لماذا انخفض الأداء أو مستوى العمليات العسكرية في جبهة الساحل الغربي؟
طبعا المعايش للواقع والذي يكون في أرض المعركة غير المراقب عن بعد. أولا كان التقدم صحيح بشكل كبير وباتجاه الحديدة إلى مشارف المطار، طبعا يعلم الكل ولا نخفي عليكم ولا يمكن أن نتحدث بشكل بعيد عن الجانب السياسي، كون الجميع يعلم ما يدور على المستوى الدولي. الأمم المتحدة ومبعوثها يعملون ليل نهار على إيقاف العمليات واستبعاد اقتحام محافظة الحديدة، كونهم لديهم منظمات، كون لدي الميليشيات منظمات تعمل ليل نهار على إظهار قوات التحالف وقوات الشرعية أنها هي المسؤولة عن كل ما يدار من انتهاكات لحقوق الإنسان أو القتل الذي تقوم به الجماعة. الجماعة تصور حتى الضحايا الذين يسقطون بسببها أنها بسبب قوات التحالف وقوات الشرعية. لا يوجد من يعمل لدى الأمم المتحدة ويظهر حقائق تلك الجماعة وجرائمهم الإرهابية بحق المواطنين. نحن هنا يجب أن نوجه رسائل للشرعية ولقوات التحالف أن تعمل على إيصال الجرائم إلى الأمم المتحدة. ويلاحظ أن الأمم المتحدة ليس لديها معلومات عن تلك الجرائم ولا تقوم أي منظمة بالعمل على هذا النسق، بينما الميليشيات تعمل ليل نهار. لديها منظمات بالمئات في أوروبا، في أمريكا، في كل الدول ذات القرار الدولي أو السيادة الدولية مثل أمريكا، فرنسا، بريطانيا، روسيا. هذه الدول التي لها تأثير دولي، يجب أن يكون هناك من يوضح رؤية وجرائم تلك. أيضا المسألة ربما مرتبطة بالأفراد الذين يعملون في الداخل، وبالتالي هذه العصابة هي من تختارهم، لا يمكن أن تجد أحد في هذه المنظمات يعمل بحيادية، لأنه سيكون بنظرهم جاسوس أو خائن أو عميل. أنا أتحدث هنا عن الجرائم والانتهاكات وحصر تلك الجرائم وتوثيقها ومن ثم التقدم إلى المحكمة. الرفع يأتي من الميدان، فبالتالي من يعملون في الداخل هم مخترقون بالأصح. هذه المنظمات مخترقة من الداخل. نحن الآن يجب إنشاء منظمات، يجب أن تنشأ منظمات تعمل ليل نهار على إظهار تلك الجرائم وتوثيقها ومن ثم حصرها وتقديم شكاوي في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية أو المحاكم الدولية مثل محكمة جرائم الحرب وغيرها. الآن يا عزيزي لاحظنا تلك الميليشيات تقوم بزراعة الألغام الفردية وهي محرمة دوليا. اليوم لا تزرع الألغام الفردية فقط، تقوم بزراعة عبوات كبيرة أكبر من الألغام المضادة للدبابات، تقوم بوضع صواريخ مدفونة تحت الأرض وربطها بدواسات، بمعنى أنها الفرد أو الدواسة لا تزيد وزنها عن 10 كيلو، أي تحتاج إلى ضغط طفل لكي يضغطها ومن ثم تعمل كارثة بانفجار قذيفة كبيرة أو باستخدام عبوات ناسفة ذات أحجام تصل وزنها إلى 500 كيلو جرام. يعني الآن بدأت تتفنن في عمليات الإجرامية وعبر الأشخاص أو الأفراد، يعني بمعنى أنها الآن تزرع حقول من المتفجرات الكبيرة جدا التي العالم إن عرف مثل هذه الجرائم ربما تكون هناك ضغوط كبيرة على هذه العصابة، وربما تسمح بعملية تصفية المناطق التي تتواجد فيها. مثل هذه الجرائم يجب أن توضح، يجب أن توثق، يجب أن تظهر أمام العالم ما تقوم به تلك الميليشيات في مثل هذا التوقيت. بالإضافة إلى أننا أريد أن أوضح هنا صورة أخرى، الجماعة عندما تكون منهزمة في أي جبهة، أي فريق منهزم يقوم بزراعة الألغام. الميليشيات اليوم تزرع حقول ألغام كبيرة جدا، بمعنى أنها تعي جيدا أنها منهزمة، تعي جيدا أنها لن تعود إلى هذه المناطق التي زرعت فيها الألغام. المنتصر لا يمكن أن يزرع ألغام، المنتصر يحافظ على الأرض. هذه الجماعة أصبحت تزرع الألغام في كل المناطق وهي تؤمن علم وتعلم علم اليقين أنها منهزمة، ولذلك تقوم بزراعة الألغام فقط يعني تخاف من التقدم نحوها. نعم فقط لتبطئة. أما المنتصر هو يتقدم أصلا ولا يضع الألغام في طريقه. نعم نعم. طيب إذن يعني هذه الزراعة التي تحدثت عنها استبدلت بزراعة الموز، زراعة المانجا كما تشتهر بها وادي تهامة، اليوم حولتها إلى مزارع أفاخ. هل من إحصائية بعدد الألغام التي زرعت أو التي تم استخراجها حتى الآن؟
طبعا العشرات الآلاف حتى الآن ما تم إخراجها. أنا التقيت ببعض الفرق، طبعا ليست ألغام فقط، هناك ألغام فردية، هناك ألغام مضادة للدبابات والدروع، هناك شراك خداعية، هناك عبوات ناسفة. يا عزيزي، حتى على مستوى علبة الفاصوليا، حتى على مستوى البلوك والأحجار، حتى على مستوى الألعاب التي يستخدمها الأطفال في الشوارع، أصبحت عبارة عن متفجرات تفننوا في صناعة الموت في كل المناطق. لم تعد هناك شيء لم يستخدموه كالتمويه أو في عملية التخفي، ومن ثم عملية زرع داخلها عبوات ناسفة أو ألغام. هذه جماعة لا تفرق. طيب بالنسبة للاختباء خلف المدنيين والنساء والأطفال، نسمع أنه هذه العصابة نشطت في الفترة الأخيرة بحفر الخنادق وقطع الطرقات بالحاويات وأشياء كثيرة من هذا القبيل، لو تعطينا فكرة عما يجري. طبعا أنا عندما زرت الجبهات وصلت إلى خطوط التماس في أغلب المناطق، سواء في القاح، في الدريهمي، في غيره من المناطق، ووصلت إلى خطوط النار. لم أواجه أن شاهدت متارس ظاهرة أو على في مناطق مفتوحة كاستعدادهم للمواجهة وجها لوجه مع قوات الشرعية. بالعكس، كل المناطق التي وصلت إليها كانت هناك من خلف الأشجار تتواجد تلك الميليشيات. الميليشيات لا تتواجد إلا كالقرذان بين الأشجار في الأماكن الزراعية، في الحقول الزراعية، فلا يوجد لهم ظهور على أرض الواقع نهائيا. هذا دليل أنهم عاجزون عن المواجهة، لا يستطيعون إلا التمترس خلف المباني أو داخل المزارع أو في مناطق الآهلة بالسكان والتمترس بالمواطنين. هذه هي سياستهم في الحرب. لذلك هم قهروا وهزموا في جبهات الساحل، وتقدم القوات الشرعية والمقاومة الوطنية إلى مسافة أكثر من 100 كيلومتر خلال فترة وجيزة جدا، بدليل أنهم لا يستطيعون المواجهة في الأماكن المفتوحة. هم لا يستطيعون إلا التخبي خلف المواطنين أو خلف المباني السكنية أو في المناطق المكتظة بالأشجار كالغابات أو في مزارع المواطنين الكثيفة الأشجار. لذلك هم يجيدون التخفي هنا كالجردان. التعامل مع المدنيين من قبل قوات المقاومة الوطنية، خصوصا وأنهم عانوا فترة كبيرة تحت وطأة وجود هذه الميليشيات في مناطقهم، حصارهم من قبل هذه الميليشيات واستخدامهم كدروع بشرية، كيف تم التعامل معهم من قبل قوات المقاومة الوطنية؟ ما هو انطباعهم؟ طبعا وجدت الحياة يعني ابتداء من باب المنداب إلى المخا، إلى الخوخة، إلى التحيتة، كل المناطق حتى الدريهمي التي حردت، الناس عادت إلى مساكنهم وآمنين مطمئنين. بدأت الحياة تدب في المناطق، بدأت الأسواق تفتح، المدارس تتواجد، كل عوامل الحياة متوفرة في تلك المناطق. يعني الخوف الذي كان متواجد الآن، وجدت يعني حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية بالذات تبذل جهود جبارة في تأمين تلك المناطق، كون ألوية العمالقة تقوم بعملية الاقتحام ومن ثم تتولى مهام التأمين والسيطرة ومهام الإمداد ومهام نزع الألغام و كل الأعمال اللوجستية الأخرى تقوم بها حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية. ولذلك تحملت أعباء كبيرة جدا، يعني لا يشعر بها الإنسان إلا الساكن في تلك المناطق أو المتواجد في تلك المناطق. لذلك أنا من هنا أرسل تحية للأخ القائد طارق محمد عبد الله صالح ولكل العاملين معه في الجبهات الذين يقوموا يعني ليل نهار حراسا على أمن المواطنين وتأمين الطرق وتأمين المناطق ونزع الألغام، ويعني هناك مهام كبيرة. طيب ماذا عن الإقبال على الالتحاق بالجبهات بعد دعوة العميد طارق؟ طبعا أنا تفاجأت بأعداد هائلة تنضم في المعسكرات الموجودة سواء في عدن أو في المخا وغيرها. يعني أنا زرت وألقيت محاضرات في بعض المعسكرات الاستقبال، وجدت أعداد مهولة، وجدت حتى على البوابات
يعني اللجان لا تستطيع حتى الحصر يعني في اليوم الواحد تعود مئات من الذين لا يستطيعون صرف استمارات أو تقديم بياناتهم بشكل كامل، لأن هناك لجان تقوم باستقبالهم وتعبئة استمارات ويعني في إجراءات روتينية يجب أن تتم. لذلك والله وجدت العديد ممن أعرفهم جيدا أنهم عادوا لم يستطيعوا التسجيل في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث، يعني وجود أعداد هائلة مندفعة إلى تلك المعسكرات. وجدنا الإقبال الكبير على الانخراط في المقاومة الوطنية والنية الجادة لدى كل المواطنين في مواجهة تلك العصابة واستعادة النظام والدولة وهيبة القانون. نعم نعم، إذن الأمور تجري على قدم وساق، وربما المهمة الأولى للقوات المقاومة الوطنية هي إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي تم تحريرها. طيب لو تحدثنا أخيرا عن إقبال أبناء وأهالي هذه المناطق المحررة على الالتحاق بقوات المقاومة الوطنية. طبعا أبناء تلك المناطق الآن أغلبهم انضموا وبدأت تشكيل ألوية في جبهة الساحل، الآن لديهم ألوية تابعة للمقاومة التهامية، اسميت بألوية المقاومة التهامية وأوكلت إليها مهام، والآن تقوم باستلام بعض المناطق في الجبهات وتوكل إليها مهام عملياتية حتى في المناطق النسق الأول أو المتصادم مع العدو بشكل رئيسي، وأوكلت إليها مهام تأمين أيضا في بعض المناطق، بمعنى أن أبناء تهام الآن يقاتلون جنبا إلى جنب مع حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية وألوية العمالقة، ولديهم مهام لا تقل أهمية عن المهام التي الموكلة لحراس الجمهورية أو لألوية العمالقة. ساهموا في إنجاز المهام العسكرية بشكل أكبر حسب نعم. علمي. نعم. إذن أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري العميد الركن جميل المعمري، الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله في حلقات قادمة سنتطرق إلى تفاصيل أكبر. إذن مشاهدينا الكرام، استمرأت عصابة الحوثي ولا زالت تتلذذ بعمليات التعذيب التي يكتوي بنيرانها من تعتقلهم وتختطفهم وتخفيهم قسريا في سجونها السرية، وبات التعذيب منهجا لأيديولوجيتها التي تبيح التعذيب وقتل النفس المحرمة. لعل ما حصل للدكتور منير المشرقي خير شاهد في تلك الجرائم البشعة المخالفة للقوانين السماوية. في هذا التقرير الذي عده الزميل أبين العتيبة تفاصيل أوفى. جريمة التعذيب التي تعرض لها الدكتور منير محمد قائد الشرقي، أحد النماذج الذي يترجم مفردات القبح والبشاعة والإجرام والإرهاب في قاموس ميليشيات الحوثي التي تتشدق بالدين وبقناع المسيرة القرآنية، حيث مارست معه أبشع وسائل التعذيب في أحد سجونها على مدار نحو عام، تفننت في إذاقته كل أصناف العذاب لتقذف به في النهاية في أحد شوارع ذمار وهو في حالة إغماء بعد أن ظنت مفارقته للحياة كي لا تنكشف سوءتها في جرائم التعذيب التي تطال آلاف الناشطين والمواطنين القابعين في دياجير سجونها لأشهر والبعض لسنوات، من المناوئين لها والرافضين لفكرها الدخيل الذي يبيح دم من لم ينضوي تحت شعاراتها القاتلة للأرض والإنسان. هذه الممارسات لا تقل بشاعة عن محاكم التفتيش التي طالت المسلمين في أوروبا في القرن 13 الميلادي. قد تلقى أبشع أنواع التعذيب على مر التاريخ، لم يشهد التاريخ لهذا التعذيب مثيل على الإطلاق. الدود تخرج من رأسه ومن ظهره ومن أذنيه وأنفه، والأنسجة في ظهره ورقبته ميتة تماما، ولديه حروق من الدرجة الثانية، وكان هناك كدمات في وجهه ووخز في الإبر في جسمه وعلى أطرافه السفلى. أبشع صور التعذيب التي يندى لها الجميع وتندى لها الإنسان الجمع.
جرائم أخرى ترتكبها ميليشيات الموت الحوثية كسلاح وضعته في أجندتها يتمثل في تفخيخ القرى والطرق الرئيسية والفرعية في المناطق التي تخشى تطهيرها منها، وخصوصا في مناطق الساحل الغربي حيث زرعت الأرض بدلا من الخضروات والفواكه الألغام والعبوات الناسفة بأشكال مموهة ومتعددة كي توقع أكبر ضحايا حصيلتها آلاف المدنيين من النساء والأطفال الذين تتقطع أوصالهم إربا إربا. ليكون الحمل كبيرا على قوات المقاومة المشتركة والقوات الحكومية التي جندت فرق هلندسية لإزالة تلك الألغام والعبوات التي تم زراعتها كحبات الذرة والقمح بهدف تطهيرها من هذه الفئة الباغية التي لوثت الفكرة والأرض على حد سواء. هذه الألغام التي تقوم بزرعها ونصبها في الجبال وفي الطرقات التي لا يمكن أحد أن يعرف أنها لغم بواسطة تفكير عن بعد أو بواسطة دواسة ضد الأفراد. وباتت معركة الخلاص التي تخوضها قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي والقوات الحكومية في مختلف الجبهات مسألة ضرورية لتحديد المصير والتخلص من هذا الشر المستطير. إزاء ذلك دعت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة المجتمع الدولي إلى سرعة إدراج جماعة الحوثي على قائمة الحركات الإرهابية نتيجة تبنيها العنف وثقافة التحريض المستمرة على الكراهية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. يعني هذه الجريمة طبعا أنكرتها هذه عصابة الحوثي، حاولت أن تقلل من هذه الجريمة، لكن الوضع فعلا مخزي، شيء يعني يندى له الجبين. والله ليست المسألة لا علاقة لها لا بالموقف السياسي ولا بالموقف العسكري. ما يحصل اليوم هو ضد الإنسانية، ضد الدين، ضد الأعراف، ضد أخلاق اليمنيين. لا يمكن، يعني حتى الحرب فيها شرف، فيها خصومة، لها آداب، لها أصول. أما أنه يعني سجين أسير تم تعذيبه بهذا الشكل لدرجة أنه يترك حتى الدود يخرج من جلده ومن جسمه، يعني على مدى سنة كاملة كانوا يصبوا الماء الحار على رأسه وعلى جسمه حتى سلخوا جلده سلخ، ويتركوه بدون علاج، بدون يعني هذا ليسوا بشر، هذا وحوش. سرني أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ نبيل عبد الحبيب وكيل وزارة حقوق الإنسان. أرحب بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك أخي عبد الولي وبجميع السادة المشاهدين. يعني صدمة كبيرة ما تعرض له الدكتور منير المشرقي، يعني كيف تصنف هذه الجريمة، جريمة التعذيب التي تعرض لها؟ هي جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس وبكل ما جاء في المواثيق الدولية، سواء القانون الدولي الإنساني أو في المواثيق الأخرى. نعم تفضل. وبالتالي أولا ما تحدثت عنه أخي عبد الولي حول الإنكار لهذه الجريمة، أود أن أقول على الجميع أن يستعيدوا الصور التي شاهدوها للصحفي أنور الركن ولعدد من الذين تم وفاتهم داخل السجون أو خارجها بعد الإدراج عنهم. سيجدون نفس المشاهدات ونفس الأشكال التعذيب بما فيها استخدام الماء الحار التي هي وسيلة تستخدم في إيران، سادتهم في التعذيب وسادتهم على مستوى الفكر والواقع. نعم. إذن الصور التي نقلت للدكتور منير الشرقي تكشف بأن هناك المئات من المعتقلين الذين يتعرضون لأبشع ممارسات التعذيب. هل ترصد الوزارة هذه الممارسات، وهل لديكم إحصائيات بعدد من هم في سجون الاعتقال ومن توفوا بسبب التعذيب؟ بالتأكيد هناك ملفات دائمة لقضايا المعتقلين والتعذيب، وموضوع المعتقلين والتعذيب موضوع رئيسي، ربما يكون هو الموضوع الأول إلى جانب مواضيع أخرى كتجنيد الأطفال وغيرها، لكن تظل قضايا الاعتقال والتعذيب هي القضايا الأساسية لما تشهده من جرائم بشعة. فيكفي أن نقول في هذا السياق
أننا لدينا ملفات لقرابة 150 شخص قضوا تحت التعذيب ولم يعرف عنهم إلا بعد خروجهم من المعتقلات ووفاتهم نتيجة قضايا التعذيب. إلى جانب ذلك هناك التقارير التي ترصد في هذا السياق وتقدم إلى المنظمات الدولية بشكل دوري. نعم أستاذ نبيل عبد الحفيظ، السؤال مهم جدا دائما الجميع يطرحه، المنظمات الحقوقية الدولية التي لا زالت تعمل في داخل اليمن، يعني ما هو دورها في نقل الحقائق؟ وهل يعني رفعت في تقاريرها أنه هناك معتقلين تعرضوا للتعذيب؟ هل تتحدث أيضا عن السجون الخاصة خارج القانون؟ طبعا المنظمات في هذا السياق تعمل بشكلين، الشكل الأول وهي المنظمات التي تعمل لصالح هذه الميليشيات وبالتالي تعمد على التغطية والتستر على هذه الجرائم، وهناك منظمات مناضلة تحاول بكل ما تستطيع أن تقدم تقاريرها وهي لكنها لا تستطيع أن تعلن عن نفسها، هي فقط ترسل بتقاريرها إلى الوزارة أو إلى اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، لكنها لا تستطيع أن تعلن عن نفسها لأنها تعلم أنه سيكون مصيرها المداهمة والاعتقال وغيره، وهو ما حدث لعدد كبير من الناشطين الحقوقيين، ولذلك نعذرهم ونطالبهم دائما بالحفاظ على أنفسهم والمراسلة معنا بطرق خاصة جدا. طيب إذن هناك أيضا من تعرضوا للسجن من يعني من حاولوا أن يعملوا بنزاهة وبحيادية، لو تحدثنا في هذا السياق عن أبرز المعتقلين من أعضاء المنظمات الحقوقية. في طبعا عدد كبير من الناشطين، هناك لدينا سجلات كافية حول ربما نوافيكم ببعضها حول الناشطين الذين تم اعتقالهم في الفترات الماضية، بعضهم أطلق يعني بشكل سريع وبعضهم ما زال حتى الآن في السجون نتيجة ادعاءات من قبل هذه الميليشيات بأن لهؤلاء دور معين في كما يسموهم بالجواسيس الذين يرسلون التقارير عن جرائم هذه الميليشيات. إذن الوضع الإنساني كيف يمكن أن نصفه في ظل حكم هذه العصابة؟ بالتأكيد وضعا مأساويا، يكفي أن نقول أن تصل اليمن في ظل هذه العصابة الإجرامية إلى 86% وربما تكون أعلى من ذلك تحت خط الفقر، هذا الرقم المخيف والمهول يعكس نفسه فقط بمجرد الذكر، عندما نتحدث عن ما هو تحت خط الفقر فإننا نتكلم بوفق المواثيق الدولية أو القرارات الدولية أننا نتكلم عن أناس لا يمتلكون قوت يومهم في بشكل أو بآخر، ونتكلم عن أناس ربما لا يصلون إلى مستوى نصف دولار حاليا، يعني 250 ريال كمصروف يومي لحياتهم، هذا المبلغ الذي بالتأكيد لا يسد رمق أي إنسان، وكثير من الأسر لا تجده أيضا، وهناك أسر للأسف الشديد حتى هذا لا تجده، وهو ما يعني أننا أمام كارثة ومأساة إنسانية لا توصف. هؤلاء رفعوا شعار آبائهم الأولين في الفقر والجهل والمرض، وهو ما يسعون لتكريسه في ظل تخمة يعيشونها من خلال ما نهبوه من ثروات الدولة وميزانيتها ومقدراتها، وراحوا ليبنوا القصور والفلل وغيرها ويملأوا جيوبهم ويقومون بالمشاريع إلى جانب حزب الله في لبنان كمنظمة كشكل إرهابي آخر يمثلهم ويمثل أيادي إيران في المنطقة. نعم أخيرا أستاذ نبيل، الألغام والعبوات الناسفة يعني باتت سلاح للعصابة الحوثية تستخدمه لقتل اليمنيين بشكل جماعي، إبادة جماعية، كيف تنظرون إلى هذا النشاط في زراعة الألغام؟ أيضا أخي العزيز، أنا دائما أميل إلى لغة الأرقام، عندما نتحدث في الأمم المتحدة وفي غيرها من الهيئات الدولية عن أكثر من مليون لغم، ماذا تتوقع أن يكون انعكاس هذا الرقم على أي مستمع لهذا الرقم؟
مليون لغم، بمعنى أنهم يلغمون المستقبل. كل الهيئات الدولية التي تعمل من أجل نزع الألغام تقول أن اليمن سيحتاج إلى 7 إلى 8 سنوات قادمة فقط لنزع هذه الألغام لأنها بلا قرائط، بمعنى أنهم يخططون لقتل أكثر من 2 إلى 3 مليون نسمة. ماذا تتخيل أن يكون هؤلاء؟ لربما لم يكن حتى التتار في حروبهم ضد العرب والمسلمين لم يصلوا إلى هذه البشاعة وإلى هذه التصرفات التي لا تمت للإنسانية بالصلة. نعم، إذن وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات الضافية. مشاهدينا الكرام، سأتلقى اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة للتعليق على موضوعات اليوم. أتمنى من الجميع أنه كما تعودنا منكم أنه المتصلين يغلقوا صوت التلفزيون ويتحدثوا من الهاتف، يسمعوني من الهاتف. أتمنى أيضا الإيجاز والدخول في الموضوع مباشرة. بعد الفاصل سنبدأ بتلقي اتصالاتكم ورسائلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. أهلا بكم مجددا. ما وجدناه اليوم أو ما سمعناه اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد للدكتور منير الشرقي يعني شيء والله مخزي ويندى له الجبين. يعني نخجل كيمنيين أنه في بلدنا أناس وليسهم أناس وليسهم، يعني تستطيع تقول أنه محوش، ولا يمكن أنه يكون هذا الفكر يمني. يا رجل اليمني إذا قلت له بجاه الله خلاص فلت لك، إذا قلت له عند الله وعندك خلاص فلت لك، يقول أنا في وجهك انتهى الموضوع عنده. يا أخي هذا فين أتوا بهذه الوحشية؟ كما تفضل الأستاذ نبيل، هذه أساليبهم، حتى أساليب التعذيب أساليب إيرانية، أساليب التعذيب بالماء الساخن سلخ. ولو لاحظتوا كاهنهم الأكبر ذلك الجرذ المختبئ في كهوف مران يقول لهم اسلخوا جلودهم، يا ريت أنه هو بيسلخوا جلود على ما كما يدعي الفاسدين، لكن هو أي حد يعارضهم أو لا يتفق معهم يعتبره فاسد، يعتبره خائن، يعتبره عميل، إما تكون معهم وإلا فأنت خائن. طيب الناس هل مسموح لهم أنهم يتعايشوا؟ لا، إما يتعايشوا بطريقته ولا فهم خونة وكفار كمان. نأخذ أول اتصال. ألو، تصلنا تعليقات كثيرة وتساؤلات كثيرة عن الدور الذي ينبغي أن يكون، يعني كل واحد يريد أن يكون له دور في هذه المرحلة. بصراحة نحن نشفق على الناس الذي هم لا زالوا في تحت سيطرة هذه الميليشيا وهذه العصابة، لأنه بالفعل يعني جماعة متوحشة، لكن في الأخير لا يصح إلا الصحيح. استمع لأبو محمد. يا عبد الولي، يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي، كيف حالك؟ طيب بخير الحمد لله. طيبين الحمد لله. تفضل أخي مداخلتك. يا أخي ما إحنا نشوف من الحوادث إلا كل جرائم وكل وحشية. نعم. يعني هذه مناظر اللي في اليمن هذه ترضى الله سبحانه، أرضى الناس. يعني هذه لأن نوالي نفوسنا أن أمريكا تجي تحل القضية حقنا، ولا هي تجيب لنا رئيس على مزاجها هي. لا، يعني المهم أن العميد طارق الله يخلي القوات المسلحة واللي في الساحل الغربي الله يقويهم، ونتي لهم ألف ألف تحية لهم، لكل فرد من القوات المسلحة اليمنية اللي بيقاتلوا مع البلد، اللي قاتلوا مع الوطن. نعم. ها سمع؟ وجه لهم أيضا. ولا ما هذا ولا الحين لا عاد نقبل التحية والتقدير ولا في أي محل. يلا على إيران على طول يروحوا يفكوا لهم مبر يروحوا إيران كلهم الخبنة هذولا. السرطان هذا خبيث يا عبد الولي. صحيح. هذا سرطان خبيث في اليمن، حيا كل الأخضر واليابس إذا ما قامت المواطنين يقوموا ينتفضوا. عرفت؟ نعم نعم. هذا سرطان خبيث ياكل الاخضر وليا بيشوف على عذاب. يعني هذا ما انا معك، انا حر يا اخي، احنا الحمد لله انا ما في اي حزب، انا مواطن يمني يرجع على التربه،
يعني احنا على بلدي بتقطع، يعني شوف بلدي بتخرب يعني بتقطع قلبي والله. يعني في كل الاحوال يعذبوا ما عذبوا يقتلوا كما قتلوا الشعب يعني لن يرضى ولن يقبل بوصاية هذه العصابة لا من اهلها يقوم يدق الباب ويخش للحريم. يعني هذه مرة هذه مش رجال هذا والله. يعني لكل ام في اليمن لكل امرأة بطلة سواء مؤتمرية او اي حرب يمنية شريفة تحدث عن عصابة بلا اخلاق بلا شرف. اشكرك جزيل الشكر. نعم ابو محمد انا اشكرك. انا اتحدث عن عصابة لا تمتلك ذرة من الاخلاق او من الشرف في الخصومة. يتعاملوا وكأنه انهم امتلكوا رقاب الناس. هي مرحلة ستنقلب على رؤوسهم لان الظلم لا يدوم. وهؤلاء هم عندما يفرطوا في القتل وفي التعذيب وفي التعسف وكذا هذا ليست قوة وليست شجاعة، هذا ضعف، هذا هوان، هذا خوف أن يسحقوا، سيسحقوا تحت أقدامكم. تأكدوا إن طال الزمان أو قصر. هذه العصابة في أضعف مراحلها، عندما يزدادوا في الطغيان تأكدوا أنهم في أضعف مراحلهم. وستعرفوا هذا الكلام إن شاء الله في القريب العاجل، لأنه الآن يتوسلوا بكل ما يستطيعون، المنظمات الدولية، أمريكا، أي دولة تستطيع أن تقدم لهم أو تمنع عنهم الكارثة مستعدين أنهم يفاوضوها، يستعدون يقدموا كل التنازلات. لكن الجميع يعرف أنهم بيستخدموا من قبل هذه الدول للابتزاز، ابتزاز المنطقة بأكملها. نأخذ اتصال. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل أخي. مساء الخير أخوي الحبيب عبد اللطيف، كيف حالك؟ عبد الولي معك، حياك. عبد الولي كيف حالك؟ أهلا وسهلا، تفضل أخوك عبد الله القحطاني من السعودية. ونعم بك عبد الله، أهلا وسهلا. الله يبقيك ويسلم عمرك. أخوي بس أنا أقول كلمة واحدة، يعني لو تتوحدوا الله بإذن الله تتوحدوا إنكم بإذن الله إنهم مدحورين، يعني بس تتوحدوا بس. انهم مدحورين، يعني هم فئة بسيطة، وانا اقول تتوحدوا بس. صحيح. المشكلة عندكم معروفة، المشكلة في داخل في خونة، الله يكفاكم شرهم، الله يكفاكم شرهم، بس الخونة هذولا هم اللي خطوا. ولا اليمن، انا جلست مع ابوي عمره حوالي قريب 85 سنة، الله يديه الصحة والعافية. امين، والدينا والدينكم والمشاهدين وجميع المسلمين يا رب. والله قال لي اليمن وين كان جاكم هو قبل فترة، قبل حوالي 30 سنة أو أقل أو أكثر. قال اليمن كان يعني فين كنتوا يعني إيش أقول لك، أو 25 سنة اليمن كنتوا في يعني جنة الله في أرضه، وكنتوا يد واحد، وكانت يعني حتى الكرم يقول عندكم كرم، ومشهورين أنتوا، يعني أنتوا مشهورين بصفات عالية والله. أنتوا مشهورين بصفات يعني الكرم، يعني والكرم والجود، وتحب اخوك وتعاون والجيره وتسال عن جارك، يعني عندكم صفات ايش اقول لك. والرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنكم، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الايمان يمان والحكمه يمانيه. فانتوا يعني انا بس اقول ان في دخلاء دخلوا عليكم خربوكم، وانا اشوف انكم ما تستمعوا لهذا. ان شاء الله الناس الان واعين، حصلت المشاكل بدات من 2011، ربما الناس الان فهموا انه كل من وضع يده بيد هذه العصابه انحرق بنارها. الجميع اليوم يعرف انه سبب مشاكلنا بيننا كيمنيين هي هذه العصابه، سبب مشاكلنا مع جيراننا هذه العصابه، سبب مشاكلنا مع العالم هذه العصابه. اشكرك عبد الله، شكرا على النصيحه، اتمنى انه الجميع يستمع لنصيحتك بالفعل. إذا توحدوا الناس وهدفهم واحد واضح، يعني البقية قابلين للتعايش. يا أخي في الأخير في صندوق انتخابات. استمع لمحمد من الرياض. ألو. يا مرحبا محمد. أنا عبد الولي. أهلا وسهلا. أخبارك الله يحييك. عافاك. طيب. تفضل. الحمد لله. الله يرضى عليك. طيبين. الحمد لله. تفضل أخي، مداخلتك. أنا مداخلتي أنا يا أخي، انتوا زعلانين على الحوثيين. كيف؟ زعلانين على الحوثيين وانت اولهم يعني. يعني كيف؟ الو ها؟ تفضل مداخلتها، كيف يعني زعلانين؟ يا اخي انا مداخلة الحوثيين وفروا لنا الميتين التفاح. المن بيوفروا لكل شيء للميتين، الورد،
الصور في المقابر، قال هذا، قال كل شيء. يعني بالله عليك في ناس يعني يعمل كده في أي بلد؟ يعني قصدك أنهم بيدلعوا الموتى يعني؟ أيوة بيدلعونا يا أخي، بيدلعونا، بدو التفاح، بدو هذا، بدو الصور في المقابر. أنا في واحد في هرب من تعز عبد الوليد، نعم في واحد من تعز هرب يعني قبل شهرين أو ثلاثة من عندهم يعني من الجبهة. نعم. فالمهم اختفى عليهم وجلس يعني في ذمار مدة كذا وفين. المهم مات واحد من نفس الجبهة. نعم. يعني عشان يقبروا أنا جاء وقد قبره محفور وقد صورته عليه وقد صورته قدم مدفون واسمه وصورته وعدوا لسه عايش. حطوا صورته وقبروا. المهم بيبشروا بالمستقبل. يعني هؤلاء وال أنت إعلامي يعني بالله عليك أنت قد شفت واحد يعني يتحدث في الاستوديو وهو لابس البندق؟ لا شفناهم وهم بيعمروا البندق في الاستوديو. ايوه انا شفت في البندق عبش هذا الشيخ عبد رب الرسام او حفظ الله. لا عاد في واحد يعني خلي لك الله بس واحد من غثاء السيل يعني يبغى الشعب اليمني كله انهم يعني يقروا ملازم السيل. طيب اشكرك جزيل الشكر واستمع لابو احمد من ابين. ابو احمد عليكم. المصري السلام ورحمه الله وبركاته. حياك يا ابو احمد. كيف صحتك؟ تمام عافاك وسلمك اخي تفضل. والله يا اخي مشاركة اليوم على موضوع صراحة اصحاب المهرة مصلحين لنا ضجة هذا اليوم. رسالة لاصحاب المهرة انهم يكونوا عون لاخوانهم في المحافظات ويسعوا الى رفض الجبهات. ما وجد جالسين هناك يصاد الاخطاء ويصيدوا ويستفيد منهم الاعلام قناة بلقيس وقناة الكثيرة شغالين حتى قنوات الحوزة تفز مقاطع مصلحين تظاهرات. يا اخي روحوا ارسلوا الجبهات اللي انتم صدق مش جالسين تصيدوا الاقصى على التاريخ ما بيها تكتب ان ابناء المهره خذلوا اخوانهم في المحاورات الثانيه. لم يرفضوا الجبهات المقاتلين وانما جلوس يصيدوا الاقصى وينتقدوا ويعرقلوا مدير التحالف. يا اخي نويات كيف بديت احنا فيهم طرق عبد الولي. من المفروض ان جميع ابناء المحافظات يتحركوا الى الجبهات يتحركوا مش وقت تصيد الاقصى. قنوات خلاص الرسالة واضحة. الرسالة واضحة يا أبو أحمد أشكرك. أتمنى أنه دعوة هي دعوة بالحسنى للجميع أنه هو يكون على قلب رجل واحد. أبو عمار أنا حبيبي. أهلا وسهلا. الله يسلمك تفضل أخي. يا أخي هذول الحوثيين هذول حثالة المجتمع اليمني. كمل. والله قسما بالله حسالة المجتمع اليمني كله الآن قاعدين بيضربونا لهم اليوم 15 يوم في مديرية السعيتة. نعم. اليوم بيموتوا 10-15. إيش التخلف هذا؟ إيش التخلف؟ بيضربوا على المدنيين. والله يا أخي عبد الوالي قسما بالله إنهم شيوخ ماتوا أطفال صغار. قسما بالله إنه ثلاثة أخوان كلهم أطفال بيضربوا من المزارع من برا المدينة. نعم. والآن قائمين بحملة لحجز علماء زبيد. تم تواصل مع الأهل في زبيد متواصل مع الأهل في بسروم. أنت أي شيخ عالم شيلوا اثنين من أبنائه يقولوا عندنا يبعدوا. أنت متواصل مع الأهل هناك العلماء اللي يقولوا عليهم متواصل مع الأهل هناك؟ أنا بتواصل مع أهلي كل يوم قسما بالله. الآن مديرية السعيتة أخوانا في السعيتة معاصرين من جميع الجهات. لا سيارة تجيهم لا أي شيء لا مواد غذائية لا خضار لا أي حاجة غير المساعدات اللي تجيهم بس. طيب اشكرك يعني حصار كامل. اشكرك ابو عمار رسالتك واضحه واتمنى من الجميع انه يفهمها يفهم ما هي هذه العصابه ما هو الدور الذي تقوم به اليوم. ابو حسين تركوا الجبهات وذهبوا يا اما يختبئوا خلف المدنيين او يقتلوهم وبالتالي يعني يقول لك هي قوات طارق هي قوات العمالقه هي قوات المقاومه الى اخر ذلك. ابو حسين تفضل. ابو حسين تعال هوا. مساء الخير استاذ عبد الولي. مساء النور والعافيه. كيف حالك طيب؟ عافاك سلمك. يا اخي انا معي تساؤل كذا احب اطرحه اولا في بدايه الكلام. لي ولا للمشاهدين؟ لا لاعضاء اللجنه الدائمه للمؤتمر الشعبي العام. خصوصا يعني. طيب. نشاهد كثير من أعضاء المؤتمر الشعبي في الخارج هم وأولادهم وأسرهم وأموالهم وممتلكاتهم وعايشين ولكنهم للأسف يعني ما نشوف لهم أي ظهور. أقل حاجة يعني يظهروا ويبرروا ويبينوا
ويظهروا حقائق ومناقب شهيد الزعيم رحمة الله عليه. نعم. يعني في مواقف التي كان يسعى إلى يعني محاولة عدم إراقة الدماء ما جرى في 2011 إلى أنهم يعني ما كان رجل دم ولا كان يريد أن تسار الدماء ولا يعني يسعى كان يسعى إلى الصلح وإلى السلام وإلى التفاهم وإلى المحبة والوام ورفع المصحف وناشد يا رجال الدين أنتم رجال الدين أنتم رجال العلم قولوا كلمة الحق أنا رجل سياسي تشتوا كلام سياسي بديكم في كلام سياسي يعني للأسف شاهدنا يعني الزنداني كان يتفرج وخرج للساحة وقال فحمتموه هذا قال بينما نشاهد في 2011 هذه أنتجت وشاهدنا من أثبتوا ولاءهم لله وللوطن وللمؤتمر ولمبادئ المؤتمر وليس المؤتمر كأشخاص ولكن لمبادئ المؤتمر الشعبي العام وليس للحصر وإنما يعني للذكر الدكتور عادل الشجاع لم نسمع في عادل الشجاع أنه كان في المؤتمر ورأيناه ولكن أثبت برغم أنه تعرض إلى يعني سجن من السياحات من الحوثيين ومن غيرهم ومن هنا ولكن أثبت وجوده وأثبت مبادئ أنه يعني أثبت دكتور عادل الشجاع عضو لجنة عامة يا بحسين عضو اللجنة العامة نعم عضو اللجنة العامة ولكن عضو اللجنة العامة ولكن أثبت حضوره وأثبت تواجده سواء كان أثناء كان في صنعاء أو الآن وهو خارج اليمن لا زال هو على المبدأ هذا وما تغير بينما بعض القيادات للأسف التي عاصرت وأكلت وشبعت من خير المؤتمر ومن خير الثورة وأمتلكوا الأموال وأمتلكوا والرتب والعلاوات وغيرها ولا نجدهم اليوم لا يعني هي مرحلة فرز يا أبو حسين هي مرحلة فرز وكل واحد بيظهر بتظهر مواقفه الآن من لم يكن مع الوطن اليوم فلا حاجة لنا به غدا هذا باقي لهذا الكلام فأنا أطلب من اللجنة الدائمة المؤتمر الشعبي العام أعضاء اللجنة الدائمة أن يجتمعوا الذين في الخارج يجتمعوا لهيكلة المؤتمر الشعبي العام هيكلة أعضاء طيب هذا الموضوع يطرح مطروح للنقاش وأعتقد أنه محل تداول فيما بين قيادة المؤتمر أشكرك جزيل الشكر يا أبو حسين وأستمع لأحمد أيضا من السعودية أحمد فضل ألو أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي أشكر قناة اليمن اليوم وأشكر أحمد علي عبد الله وأشكر طارق نعم ألقاي طارق وأقول له قواه الله والجودة ويكون قوي في اللي يجون من عند الحوثيين من المدسين الخونة اللي يتبعون الحوثيين الحذر ثم الحذر ثم الحذر وأنصرهم الله وأقوى الشعب اليمني وأن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق أشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا لك طبعا السؤال اليوم بالنسبة للجمهور للتعليق يعني كيف تنظر إلى جرائم التي ترتكبها عصابة الحوثي بحق المعتقلين أخذ اتصال آخر ألو مرحبا لا معكم من نص الكلام يا ألو أيوة معك تفضل تعال هوا عبد الولي كيفك هذا أبو الميسري ايوه انا اخوي تكلمت خطا ثاني عبد الله يرحمه والديك طيب احنا خلاص انت وصلت رسالتك واضحه باقي شيء طيب يا ابو احمد هي رساله هي اشاره بس اشاره لمن يفهم وانت رسالتك واضحه وان شاء الله الجميع يكونوا عند مستوى المسؤوليه اخذ اتصال اخر طيب احنا اليوم نتحدث عن جرائم ترتكب بحق المعتقلين ترتكب بحق الناشطين بكل الاحرار بحق كل الاحرار الذين يبدون مواقف مناهضه لهذه الجماعه او مخالفه لها اخرهم يعني احنا اذا حمد الله نخاف ان احنا الحين لو نقول مثلا فلان او كذا يروحوا يعذبوه اكثر او لكن هل السكوت حل؟ لا كنت سنقول لكم والله لو يعني الناس مستعدين يضحوا بدل الواحد ألف وألفين وعشرة ألف
من أجل أن تطهر هذه اليمن من رجس هذه العصابة الكهروتية. أخذ اتصال من من؟ ألو؟ السلام عليكم. عبد الرحمن تفضل أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور يا غالي. مساء النور العافية. عبد الرحمن من السعودية. يا بعد راسي كيف أمورك طيب يا أخي؟ الله يسلمك ويحفظك أخي. أنا 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 أخوك سعودي وكلنا أخوان إنما المؤمنون أخوة. نعم. أخوي عبد الرحمن أخوي عبد الولي أنا ما بطول كلمة واحدة تسمح لي بس كلمة واحدة. تفضل تفضل أخي. الله يتفضل علينا وعليكم بالعفو والعافية. أنا أدعي الله أن كلمتي هذه إنها توصل لجميع ما هو بس اليمنيين لجميع الأمة الإسلامية. قل آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. أخوي عبد الولي كلمة بس ما بطول عليكم. أن الله سبحانه قال إن الله الله سبحانه يقول في كتابه الكريم إن الله لا يشرك أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عبد الولي المسألة بسيطة جدا. هذا الحوثي هذا اللي يقوله الحوثي قام وقال يا سيدي يا علي يا أنا سعودي أنا يعني حتى عادي جدا إنسان مواطن عادي جدا بس يا أخي بالفطرة بالفطرة يا أخي من يعني هل في إله غير الله في هذا الكون يا أخي عبد الولي؟ حاشا لله. طيب هذا إجاك وخلاص أنبان يعني بانت نوايا بان مكره يعني وضحوا يمكن نعذركم أو نعذر المجتمع زمان أو الأمة الإسلامية إن كان ما نعرف إيش 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 نواياهم إيش إيش مقصدهم ماذا يريدون في دخولهم وحربهم. الآن توضحت الآن صار كل شيء واضح الآن توضحت الحين لجميع اليمنيين أعتقد ما شيء للحين مغبش. يقول يا علي يا سيدي يا الله سبحانه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا هو استغلال سياسي فقط لهذا الجميع يعرف مقاصدهم هم يريدون الحكم. والله لو مشوا بعد الإمام علي كرم الله وجهه إحنا قابلين. لا هم ماشين بعد الإمام علي ولا ماشين بعد النبي ولا ماشين بعد أي واحد من الخلفاء الراشدين. لو كان مش ماشين حتى بعد العرف القبلي مش ماشين حتى بعد أخلاق اليمنيين موافقين على أي حاجة. هذا لا أخلاق لا دين لا مذهب ولا عندهم أي عهد ولا ميثاق. لو كان الإمام علي كرم الله وجهه معي يا أخوي عبد الولي. نعم. لو كان الإمام علي كرم الله وجهه كلنا نحب الأنبياء وكلنا نحب الأولياء وكلنا نحب الصحابة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما حد ينكر هذا الشيء. ولكن لو كان علي رضي الله عنه يملك لنفسه شيء ما كان مات ما كان مرض. إن كان من كان يعبد علي رضي الله عنه ولا محمد يا عزيزي محمد. أنت من حسن ظنك تعتقد أنهم يحبون الإمام علي أو أنهم متابعين الإمام علي. والله لا أنه فقد مزايدة علشان يستولوا على السلطة. كيف يعني مزايدة معلش كيف فهم مزايدة فقط هم بيزايدوا على الناس علشان بس يعني يقول لك الولاية وحق الولاية وعلى أساس أنهم من آل البيت ولا لا لهم علاقة بالإمام علي ولا بيتبعوا الإمام علي. هذا مجموعة عصابة فقط تريد الاستيلاء على السلطة لا أكثر ولا أقل ولا لهم علاقة بالدين. طيب ليش ما تتوحدوا عليهم؟ الجميع إن شاء الله على قلب رجل واحد في مواجهة هذه العصابة. دعواتكم بالخير لليمن وكونوا عونا لليمنيين. اليمنيين في وضع سيء. نعم أنبانا الحين يا أخوي عبد الولي إنهم يعني مشركين يعني يدعو غير الله يدعو مع الله إله آخر. يعني هذا خلاص أنبانت نية إن هذا إنسان ما يعبد الله وحده. طيب عبد الرحمن رسالتك وصلت واسمح لي أخذ متصل آخر أبو رفعت من السعودية أيضا. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخي عبد الولي. مساء الأنوار. أحييك وأحيي المشاهدين ونحب نوصل رسالتنا للشعب اليمني ورسالتنا للأخ العميد طارق ونقول هذا الميليشيات الحوثية الطاغية الذي تضرب مساكن المواطنين في التحيط وفي أن احنا قادمون وأن النصر قادم بإذن الله ولا محالة أن النصر قادم. كل ما دمروا ولا وقصفوا المواطنين وقصفوا ولا المساكن المواطنين احنا سننتصر بإذن الله لأنه احنا أصحاب قضية واحنا أصحاب حق.
فالله لا يخذل من ينصره. شكرا جزيلا لك أبو رفاعة، شكرك على الإيجاز. شوفوا من يقاتل اليوم على موقف، على قضية، على الحق، لا شك أن النصر حليفة ولو تأخر وإن طال. ما تفعله هذه العصابة الباغية هي بسبب كما تفضل الأخ عبد الرحمن، بسبب أنه إحنا فيما بيننا مختلفين، بسبب إحنا يعني مشينا وراء المكايدات. تعرفوا ما حصل في 2011 والمكايدات اللي حصلت بين الأحزاب وكذا، حتى أتاحت لمجموعة من الجرذان أن تتسلق وتضرب في هذا وتضرب في هذا، حتى أضعفت كل القوى الوطنية داخل البلد. من تكبروا على الانتخابات ورفضوا إجراء انتخابات اليوم يتمنونها. طيب ناخذ اتصال علي. الحمد لله. ناخذ اتصال آخر. أبو عماد. أبو أحمد. أيوه أهلا وسهلا. تفضل يا أبو أحمد. ممتاز. أبو أحمد تفضل، ممتاز. أيوه. تفضل أخي. ليش فيك مشارك في البرنامج هذا؟ نتكلم على عائلة الشداء. ألو. أيوه معك. عن المعتقلين. عفوا. ليش نتكلم عن المعتقلين؟ حول الكثير. طيب ارفع لي صوتك انت على الهواء. نسيتي ان كنا نحكي ونتكلم عن الموضوع. طيب اخذ الجرائم التي تحدث عنها اليوم وكيل وزارة حقوق الإنسان، جرائم متنوعة وعديدة. يتحدث عن 150 شخص قتلوا بسبب التعذيب او توفوا بسبب التعذيب. ابو يحيى. ايوه. تفضل يا ابو يحيى، تعال الهواء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا استاذ عبده؟ الله يسلمك. اخي كيف الحل الحين مع هؤلاء يا اخي العصابه الارهابي هؤلاء؟ من عندك. ها؟ من عندك، من عندك قول. هات مقترحك. والله احنا يا اخي مغتربين وما عدرينا كيف هو الله بعين وحالتنا حال. نعم. الحل من عندنا. ها؟ الحل من عندنا لا عاد حوار معاهم هؤلاء ولا عاد تاجي معاهم شيء، هؤلاء ما لهم الا القتال هؤلاء. هؤلاء مجرمين يا اخي. يعني لا تثق انت باي حل معاهم وباي حلول سلميه. يا اخي هؤلاء كم يا حلول معاهم، كم يا ما هم حق حلول هؤلاء. شكرك. برضو يحيى بيطرح طرح ابو يحيى بيطرح طرح مهم، انه خلال التجارب السابقه لا عهد لهم ولا ميثاق، كيف تتحاور معهم؟ ناخذ يحيى. اول ابو يحيى والان يحيى، تفضل يا يحيى. يحيى. الو سمعني؟ وبالفعل يعني الناس اصبحوا يعني الان لا يثقون باي شخص ينتمي الى هذه العصابه. تعرفوا في البدايه كيف دخلوا مع الناس؟ كانوا يرفضوا حتى ان يروحوا يحلوا مثلا مشاكل ولا كذا، يرفضوا انهم ياخذوا فلوس. اليوم بياخذ فلوس علشان ما يعملش مشاكل، مش يحل مشاكل، عشان ما يعمل لكش مشاكل يروح يبتز هذا ويروح يبتز هذا، واخر حاجه يجي لك ايش؟ يجي ياخذ منك باسم المجهود الحربي غصبا عنك، لازم تدفع، لازم كذا، ترسل ابنك ولا تدفع، ولا تدفع ديته هكذا بالمفتوح. عبد القادر تفضل. يا عبد القادر. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك بالخير والعافيه. اقول مشاهدينا جميعا اهلا وسهلا بك عبد القادر من صنعاء. الله يلطف بك يا عبد القادر، تفضل اخي. تحياك. تحيه لكل اهلنا في صنعاء. تحيه للجمهوريه اليمنيه الجميع، من الشرق الى الغرب، من الجنوب الى الشمال. الله يحفظك اخي. اللهم صل عليك يا رسول الله. رحم الله الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، ورحم الله جميع الشهداء، ونصر الله من يقاوم الكهنوتي. امين يا رب. تحدث اليوم عن الجرائم التي ترتكبها عصابه الحوثي بحق المعتقلين. والله هي فيها جرائم كثيره من الحوثي ومن
مصبين على يعني هي الجرائم بترتكب من الطرفين. في جرائم حق الحوثي قده هذا قده في المعتقل، وعد في جرائم يرتكبها من الأخوان المسلمين في الميتين، في الميتين يرتكبون جرائم في الميتين. أنت حدد ما تعممش، أنت تقصد لا 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 ما شوف هي ثلاثة أشخاص البومة البومة وأخواتها البومة وما والبوصلة حقها خلاص ولا تستحق الذكر. أه؟ ولا تستحق الذكر ولا تستحق الذكر، لكن هي من ضمن الجرائم الحوثي. صحيح، هي من ضمن الجرائم الحوثي. واليوم هي واليوم هي تعلن صراحة أنها مع التحالف مع الحوثي وتعتبر أنه قوة سياسية. لأنه اسمعني، لأن اليوم الزيت عندنا نوعين، زيت أبو سلحة وزيت أبو صورة. لأن قد ارتفع السعر الزيت الآن أغلى من الدقيق. نعم. هذا الذي يعني الذي هي يعني الجرائم الذي يعني في الشعب اليمني جريمتي. أشكرك أشكرك، رسالتك واضحة. وأعطي الفرصة لأبو محمد من دمار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عبد الله؟ الله يسلمك أخي. يا أخي هؤلاء أتعبوا الناس، قدوا الناس باغري. نعم. الناس قد يعني باغر لهم بغرها، يعني ما عاد لا بس يعني من ينفذ لهم الطريق. هذا بسبب ايش؟ يعني من سبب يعني ما جاي مشكله، يعني انسان مسكين دكتور ويحذبه ويشمس ليش؟ يعني شفت انت الرجل اليوم عرضوه، حتى البعض انتقد انه كيف طلعوا هكذا. هذا وضعه، هذا وضعه، الرجل الديدان تخرج من جلده. تخيل يعني انت تخيل نفسك انت في يعني طبيب يعالج اطفال يعالج يعني جرحى ويتحدى بهذا الشكل. هذا لانه ما اداش الصرخه ولا رضي يقول سيدي. هذا اي نعم. انا انصح اليمنيين كاملين. هل يمكن انه هل يمكن هذه الاعمال او هذه الجرائم ان توقف الناس عن عن المطالبه باجتثاث هذه العصابه؟ ابو محمد نعم. هل يمكن انه هذه الجرائم تخوف الناس؟ ما تخوف والله، ما حد خايف منهم، حتى الكلاب الذي في الابواب عزك الله الكلاب ما يخايف منهم. نعم. يعني هم اقول لك يعني انصح اليمنيين باكات الله بالخاص المؤتمر الشعبي العام انهم من يقوموا باعتقاله او يقوموا بمسكه يعمر بندقه طوالي في راسه طوالي لا يتاخر. أبو محمد أنا أشكرك وأتمنى لكم السلامة جميعا، ولابد للأمور أن تسير في مسارها الصحيح ولا يمكن أن يستمر الباطل. نأخذ صلاة آخر. ألو ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عبد الوالي؟ خلف الوائلي من الإمارات. لا مش الوائلي، الوالي. الوالي إيه، الوالي عندكم وموجودين الوالي عندكم وإحنا في الإمارات. أهلا وسهلا بك. أنا قدماء هنا من 288 هجري. تعرف أنت الحروب اللي طفشت العالم من اليمن بالقديم إلى الآن. طيب مداخلتك. أيوه. الله يسلمك، إن شاء الله أنت تنتصر اليمن بإذن الله. والحوثي ما خلى منفذ ولا خلى إنسان ولا طفل ولا طيب. رجل ولا امرأة العجوز ولا شيء. يا خلف تقتل ولا يتفهم ولا يفهم شيء. يا خلف طالما أنت من الإمارات خلينا إحنا نتفهم إحنا وأنتم، يعني نشوف ما هو الذي تريدوه من اليمن. الحوثيين يقولوا أنكم تريدون أن تحتلوا اليمن. لا بالعكس بالعكس بالعكس، اليمن إذا زادت يمنيين مش يمن وحدة نحن نفرح ولا نروح نحتل يمن وهي عرب مثلنا. لا اليمن اقول لك الوزين ما بس يمن وحده، يمنيتين تكون ان شاء الله. لا اليمن هي واحده، اليمن موحد وياهم على الخير. اليمن واحد اليمن واحد اليمن واحد، ولا يمكن القبول بتفكيكه ولا يمكن من قبل اي طرف. نعم. لا لا ولا يتفكك، ان شاء الله يظل سليم وهو يمن السعيد واصول العرب للجميع مو بس للامارات او السعوديه، وللجميع العرب من قناه السويس
الى دول الخليج. لكن تحدث ان انتم لكم اطماع في اليمن. لا ما ليش نطمع في اليمن؟ دولة عربية نطمع فيها؟ لا بالعكس. طيب ما الذي تريده الامارات من اليمن؟ الريد من اليمن الخير والسعادة الى اليمنيين. نعم. وان يخرج عنهم هذا الآفة من عندهم. نعم. ان شاء الله باذن الله. واحنا كلنا الامارات واليمن كلنا اخوة. صحيح. وكلنا على ايد واحدة. صحيح. ان شاء الله. ما عندنا اختلاف. لا بين يمن ولا بين امارات ولا بين السعودية. كلنا سواسية ان شاء الله. باذن الله. ويظل اليمن موحد. اشكرك يا عم خلف. يظل اليمن موحد. وان شاء الله تزول كل ما يعكر صف اليمنيين وارضهم وبلدهم ووحدتهم وامنهم واستقرارهم. من يحاول اليوم ان يزايد يا جماعه الخير خلونا طيب نتكلم بالعقل. يعني الامارات كم عدد سكانها؟ يعني عشان تقول لي تحتل اليمن كم عدد سكانها؟ يعني ما اقول لكش كم عدد جيشها، كم عدد السكان بالامارات عشان تحتل اليمن؟ يعني الناس إذا يتحدثوا بعقل ومنطق قدر ما تقول لي ممكن كلهم أطماع ولا كلهم يا أخي العالم كله قائم على المصالح، قائم على المصالح. وبعدين ما فيش حد بياخذ أرض ويحطها في جيبه. في عندك قيادة للبلد افترض اليوم أنه كلها دور في تحديد ما هي متطلبات اليمن وما هي الاحتياجات التي يمكن انه هذا البلد ساعدنا. الجميع يكون خلف اليمن، مش اليمن تابع على حد. هذا الشيء لازم يكون في بال كل واحد بما فيهم السياسيين والقيادات السياسية. اليمن من خلفها الناس الجيران او الاخوة الاشقاء الذي يريدوا ان يساعد اليمن، تفضلوا كونوا مع اليمن، مش اليمن خلف احد او ذنب لاحد او تابع لاحد. هذا الشيء لازم يفهم. مش هنكرر احنا تجربة الحوثيين مع ايران، لا يمكن. احنا نقول احنا اخوة واشقاء، ما بيننا وبين اخواننا العرب هو اكبر واوثق من ما هو بين الحوثيين وايران. ابو احمد، ابو محمد. ايوه يا ابو محمد تفضل انت على الهواء. الو ابو محمد. ايوه تفضل ابو محمد. علون انت على الهواء. ابو سعد، ناخذ ابو سعد. مرحبا. الو مرحبا تفضل اخي مداخلتك. الو اهلا وسهلا تفضل اخي. حياك الله. الله يبقيك. مداخلتك. الله يسلمك. والله انا مداخلتي انه يا طويل العمر والسلامة الحوثي استفاد من تفرق الاخرين. صحيح. من تفرق الاخرين وهجم على البلاد واستولى على جود العباد. نعم. الحل ان يجتمعوا الناس جميعا ليكتسبوا من البلاد باكمله. نعم هذا هو الحل الوحيد بالبلاد، ان يلتفوا الناس لفه واحده خلف قائد واحد. هذه مشاركتي وشكرا. اشكرك جزيل الشكر. ورسالة يعني موجزه، رساله موجزه وهي اهم رساله. عبد العزيز. السلام عليكم. عبد العزيز من السعوديه تفضل اخي. مساء الخير يا اخوي، كيف حالك؟ مساء النور والعافية. الله يسلمك اخوي عبد العزيز. مواطن سعودي انا. اهلا وسهلا بك. والاماراتي اللي قبل شوية تكلم كلنا والله سعودي او دول الخليج جميعا احنا نبغى لكم الخير. الله يحفظك وهذا ما نأمله فيكم. و يعني اتمنى ان تكونوا عون لليمنيين في هذه المحنه الكبيره التي نعيشها بسبب سيطره هذه العصابات. بس سؤال بس يا اخوي عبد الوليد. تفضل. الله يتفضل عليك بالعافيه على والدينا ووالدينك يا رب. اخوي عبد الوليد ليش انا ابغى اوصف الفكره ببساطه؟ ليش يا اخوي عبد الوليد ما يعني بعد اذنك ليش يا اخوي عبد الوليد ما يعني تعملوا يعني حوار لكلكم انتم الاحزاب وتبينوا فكره هذولا المشركين، تبينوا فكره هذولا المشركين وانهم ما هم الظاهر على دين الله لان اشرك بالله. ليش
يعني الله اعلم انه يمكن قتله انه يمكن يجوز القتل هذا لانه اشرك بغير الله ودعا دعا غير الله. يا علي يا سيدي يدعي غير الله ما يدعي الله يدعي غير الله يعني هذا الشرك. والمشرك معروف انه يعني مجه يعني في النار. يا عزيزي يعني هؤلاء قد استبدلوا القرآن القرآن اسمه بالملازم استبدلوا كل شيء يعني هذه عموما الموضوع هذا هو يعني الناس فاهمين كلهم ايش اللي حاصل. هم عارفين لا قصه دين ولا قصه ذا. هذه عصابات تريد ان تستولي على الحكم فقط لا اكثر ولا اقل. طيب ليش المواطنين يصدقونهم يا اخوي عبد الولي؟ ما حس مصدق لهم الناس يعني كلهم يا سيدي انت بتتحدث. انا لو حدثتك عن معركه صنعاء يعني الناس كان معهم بنادق هذا خرجوا عليهم بالدبابة T-82 خرجوا عليهم بالصواريخ. طيب طبيعي يعني الناس لازم يأخذوا حذرهم ما في حد بيأمن ظهرهم. وليش الناس اليوم مراهنين على معركة الحديدة؟ لماذا هم مراهنين عليها؟ طيب ليش الناس ما يروحوا للشرعية يا ليش أنتم ما تروحوا للشرعية؟ هذا موال طويل والناس كلهم اليوم مع البلد. الشرعية هي الدولة القوية التي تخرج الحوثي سيكون الناس مع هذه الشرعية وإن شاء الله فيهم الخير كلهم. بالعقل يا أخوي عبد الولي بالعقل هذا بالعقل يعني حتى الصغير حتى الشيبة بالعقل. واحد يا أخوي عبد الولي يقول لك يا علي يا سيدي يعني هذا 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 دخل مع غير الله يعني حتى مع الله إله يعني الله واحد الله سبحانه يقول الله لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما في شيء يدخل يا علي يا سيدي. كيف يعني واحد يدخل يا علي يا سيدي؟ هذا ما كانت ملة اليمن يا أخي. من اليمن معروفة يا أخي ولا يمكن أنه هذا قلت لك هذه عصابة الإله لا تعبر إلا عن نفسها. هي تعبر عن إيران عن نهج إيراني فقط لا تمثل اليمني ولا عندنا أصلا هذه الأمور ولا عندنا حد بيلطم وجهه زي الحريم. ما فيش إلا هذا الجماعة الآن بدأوا مجموعات كذا بسيطة في أنا خايف لا تروح اليمن زي ما راحت الأنكر. لا 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 وراحت في لا يعدم الخير في اليمن تأكد الخير من اليمن لا يروح اليمن زي ما راح فلسطين. اليمن فيها نفس الرحمة إن شاء الله. هذه هي مرحلة اليمن تمرض ولا تموت لكن لازمكم تتوحدوا يا أخوي عبد الوليد بإذن الله. احنا الجميع موحد على قلب رجل واحد. أتمنى أنه أنتم تكونوا أيضا أخواننا أشقائنا تكونوا عند مستوى المسؤولية تكونوا عون لليمنيين. والله احنا ندعي لكم اقسم بالله احنا ندعي لكم في الليل والنهار اقسم بالله. طيب وانت تعرف اللي نسويه ولكن الله انتم انا خايف تروح اليمن زي ما راحت فلسطين. والله يا عزيزي شوف الناس ينتقدوكم في انه تحصل ضربات تستهدف المدنيين تسموها انتم ضربات خاطئه تسموها ما سميتوها لكن بتحصل. والناس صراحه هذه بتخدم الحوثيين هذا عشان اكون صريح معك تحصل أهضاء وأنا شاهد على هذا الكلام من وسط صنعاء كنت موجود وكنا ننتقد هذا الكلام وهذا الكلام لن نغير شيء في مواقفنا. هذا حصلت وأتمنى أنه هذه الأمور نتوجه هذه الضربات للعصابات الحوثية التي اليوم تقتل اليمنيين لا أن تكونوا عون للحوثيين في قتل اليمنيين. أتمنى أنه الجميع يتفهم هذه الرسالة وأنتم تسموها أخطاء نتمنى أنها تكون أخطاء أنها تكون غير مقصود نتمنى ذلك. طبعا أنا حسب ما سمعت والله أعلم يا أخي عبد الوليد حسب ما سمعت الله أعلم أنا إنسان بسيط وموظف عادي إني حسب ما سمعت إنها تجي إحداثيات من الخونة من عندكم يحطوا إحداثيات غلط طيب عشان يقتل ما هم هذا اللي إحنا بنشكي منهم من قبل ومن بعد نشكي منهم من قبل ومن بعد. أشكرك أعطيني بس عبد العزيز انا اشكرك على تجاوبك معي في هذا لكن اعطيه بس فرصه للمتصلين اخرين لانه في عندي متصلين من اليمن. الو مرحبا الو احمد ناصر فقدنا الاتصال. طيب وعبد العزيز بيطرح طرح مهم لكن ربما البعض يعتقد انه احنا ممكن نكون مع الاخطاء. لا يمكن نكون مع الاخطاء ايضا في جانب انه العلاقات احنا بين شعبين في عندك 2 مليون مغترب سعودي والعلاقات بين اليمن والسعوديه وكل دول الخليج انتم عارفين اليمنيين موجودين في كل دول الدنيا وبشكل كثيف في دول الخليج. هذه مسائل لا يمكن انك تنهيها من اجل عيون عصابه الحوثي.
لكن ايضا نطالب بتصحيح الاخطاء، نطالب بانه هذه الدول المحيطه باليمن لازم تكون عون لليمن، لانه اي مشكله هي بتنعكس على بلدانهم. الو مرحبا. ناصر، فقدنا ناصر. طيب اتصال اخر. لدينا من الشاعر ان احنا نقول الكلام اللي البعض يعتقد ان احنا نتحرج منه، لا، لن نكون احنا ضد بلدنا ولا نكون ضد شعبنا، لكن نامل خير انه الجميع يراجع اخطائه اليوم ويكون واقف في صف اليمن. نستمع لابو الياس. يا عبد الولي اهلا بك، تفضل تعال الهواء. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا فيك يا اخ عبد الولي، ابغى اشارك. انت على الهواء، حياك حياك. تفضل تفضل، الجو جوك. ابو الياس من صنعاء. الو يا ابو الياس. نعفي ومن في من؟ نعفي ومن في ولا لثي من ناشي. شي يا ذي ورا العيض كله روح وتوكل، حكمك تراحس ولا هالشي ولا. شكرا ابو الياس، اكتفي بهذا القدر من الاتصالات مشاهدينا، و ناخذ اخر متصل علشان المخرج. المخرج ابو عادل، ناخذ ابو عادل. يا ابو عادل ايش دعم لك يا استاذ. طيب شكرا جزيلا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، كل من شاركوا معنا في حلقه الليله. نعتذر من لم نستطع استقبال مكالماتهم، حتى الملتقى اترككم في حفظ الله ورعايته، في امان الله.